ريكاب. في ريكاب سنقف مع الشعب الفلسطيني حتى يسترجع أرضه كاملة، هكا قال رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح من خلال جولته في منطقة المنيهلة، وين رينا برشا فرحة في عين الناس، التصفيق، الهتافات وتزمير الكرهب وغيره. هات نسمعه إكستري. والله مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه كاملة ويستعيد حقه المسلم. عايش مدام، عايش مدام، ومع الشعب التونسي حتى يستعيد كرامته وكرامته. شعب فلسطين، كل فلسطين، والمجد والخلود للشهداء، ولن ننساهم ابدا امام هذه المذبحه التي يشاهدها العالم الذي يقول انه متخذر. اختلفت الاراء الاولاد. هل هذه فرحه صحيحه ما فرحه متاع مونتاج حسب رايك سفيان؟ لا فرحه صحيحه. احنا لاول مره منا شعب وحكومه نتفقوا على حاجه مع بعضنا، خاصه في القضيه الفلسطينيه، ومناها مع بعضنا بدون خوف وبدون تردد وبدون منا زينه ونعرف شنو علاك. علاش الثقه هذه المتبادله خاصه في قضيه مهمه كما هذه خلات للناس تعيش فرحه اني نعتز اني في دوله دافعت على قالت كلمة الحق رغم انه ضعفها اقتصاديا واضح. سؤال سهل سألتك، سؤال صعيب نعطيه الوليد. البعض يقول انه لو كانت تونس بجنب فلسطين كما مصر او كذا ما يكونش عندها القوة هذه، راي كانت معتدلة اكثر في موقفها باش ما تمشيش للحرب. ربما يكون موقف معتدل، ربما لانه هنا حكيناها احنا البارح وديما نحكيوها، اللي احنا ما عندناش قدره كبيره انه ندخلوا يعني في القضيه الكبيره. قاعدين نعملوا فيه تو ظاهره صوتيه اكثر لا اقل، مش ظاهره صوتيه، باللي نجموا نناقفوا مع اخواننا الفلسطينيين، باللي نجموا نقدروا بالكلمه بالتبرعات، باللي نجموا احنا على مستوى التدخل. يعني كان جينا على حدود، يعني على حدود الرئاسه ما تهبطش بينك هيك. شنو ما تهبطش بينك؟ بيان باللغه الحده هذيك. لحظه، ليه تنجم تهبط بيان؟ تنجم تهبط مساندتك امام المشاركه والدخول، حب لها برشا حسابات كبيره. واضح واضح، هذا واقع معناتها. هو راهو خزولي، راهو هذا واقع، ما تهزناش الحميه زاد نكون واضحين. السي وليد صوفيا نرد على السي وليد، هي راهي بعيده لازقه مش لازقه، راهو الكيان السوني ماهوش راهو فوالا، هذاك هو معناها الزواري جا ضربوا غاديك في الزنقره تحت. شنو فوالا؟ تو قال كلمه عكسك يعني. كيفاش عكسي؟ كيفاش عكسي؟ بعيده مش بعيده، شنو معناها؟ قال عكس، هو صار قال عكس. يسوفين تعامل مع السيد روها بنزل تاع قال عكس، قلت له فوالا هذاك هو. ارجع للقهوه تاع البارح وعاود الفيديو. لا دخلنا في عركه مع رئاسه الدوله وحده. لا ما دخلتش في عركه، ما دخلتش في عركه، انا مواطن تونسي واقعي. لا هو قال لك كلام عكس كلام، قلت له فوالا هذاك هو. كيفاش هو قال بعيد ولا قريب؟ قال كيف يعني يعمل كيف انت قلت له فلا وانت قلت بعيد وقريب، مش كيف ركز يا ولدي. لا قلت لك انا قلت لك كيف حتى كان جينا قراب مش باش يكون. لا حول ولا قوه الا بالله. نعتذر اني سالتك، نعتذر من الساده المستمعين. زخيو ثلاث دقائق. لا بلال خليك بلال، حاجتي به وليد بقيه العام. فوالا يلا كمل نورس. اختلفت الاراء بين بين اللي اشد بموقفه وكلامه. فما اللي قال انه هو من المفروض ما ينساش وضع البلاد زاده كما مقديد السهيلي. هات نسمعه. يا اخي فلسطين متفقين، والرجه وغزه واللي صاير واحنا معاهم بدمنا وبرويحنا، معناتها هذه ما يشك فيه حتى حد محمود، فهمت كيفاش؟ اما شويه كليبر، معناتها ربي خلق لك زوز يدين، يد شد بها الفار ويد نظف بها الدار، معناتها يذور لي هكا فهمتني؟ معناتها زاده اذا كان باش تستمر وان شاء الله يا ربي لا، إذا كان باش تستمر هالضرب والقتل وكذا عام آخر، معناتها عام آخر احنا توتال مون فلسطين هكايا بهالموجة هذيا، ونسيبوا اللي صاير لنا في بلادنا اللي هو زاد ماشي في خطر كبير. نسيبوا شكون؟ خاطر المسؤولين الوضعية، نسيبوا الوضعية بتاعنا. أما بالنسبة لعبد العزيز القطيفي في إم يقول إنه هذا فخر الكل تونسي. معناها إعطاء تلك الصورة بأنه الموقف الشعبي متناغم مع موقف السلطة بكل أريحية. سيد يدور في حي الانطلاقة والنيلة ويتحدث على الحق الفلسطيني، ويتحدث على الحق الفلسطيني، ويندد الرئيس الوحيد اللي هبط للشارع، ويندد بالجرائم التي قاعدة ترتكب، ويحكي على أشلاء ويحكي على فظاعات ما يحدث اليوم في غزة. أظن أنه هذايا فخر لكل تونسي، وأظن أنه هذايا هو المطلوب اليوم من أجل
أنه يظهر للشعب متاعه بأن تونس وفية لتلك المبادئ الكبرى وخاصة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. واضح دونك وليد خليك ساكت الموقف واضحه. لا 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 قلت له خليك ساكت يلا كمل معنا يلا كمل معنا انا حبيت تقول والله شويه من كلام شويه من كلام مقتدى سيلي لوجيك منطقي شويه من كلامه منطقي معناها زاد بالاخر اي لحظه كلام منطقي ما راهو الوزراء ورئيس الحكومة وكذا قاعدين يخدموا على روحهم يعني سكوريتنا هاتي فالا لازم يكون كيك هو بكلم قيس قال ما تعمل حتى شيء شو دوسيه تكون سكرها كي هو فلسطين حلو الجزيرة وقعد تفرجوا مي ديكلاراسيون رئيسي احنا البارح احنا البارح كعفسنا على جماعة المليون قلنا استغلوا لهوتنا فلسطين وسلبسوا مليون ليهم هو لهنا هاو كيفاش احنا مستنسين تخيل انت رئيس اليوم مش حكي مثلا على خبز المفقود مش وقته نحكي على فلسطين مستنسين باغ اكزومبل ريت مثلا الرئيس نورمالمون يتكلم على زيادة متاع النواب يعطي رايه فيها أي. فهمت كيف فهمني شنو لازم زيادة الراي توجيه توجيه منه من غادي تجي وتوتير وستة فدي مش يدخلوا الحب تهنى تهنى الملف قاعد يحضر ليه وانني اعطيتهم الثقه فباعوا الثقه لو باعوا الفنان خليهم يحسوا الظروف يحسوا الظروف روحهم شوف كل رئيس الرئيس اعطيه خمسه سته ايام يحضر اموره وراقهم تحضر شيكاتهم ليزكستريم اون كير اللي جاه تليفون من برا الناس كل يلا نكملوا البارح الاثنين كتائب القسام قامت باطلاق سراح الاسيرتين لملكيين المحتل نوريت ياتسحاك ويوخف ليفتشيز لاسباب صحيه قهره بوساطه مصريه وقطريه فيديو الحقيقة دار على وسائل التواصل الاجتماعي وعجبهم ما نعرفش إذا حاضر نجموش نشوفوا نجموا اللي تابعوا فينا لايف يوتيوب بما أنه فوالا قاعدين نشوف فيه دونك وفما برشا ناس علقوا بطريقة طريفة وقالوا أنهم تحسهم يحبوش وما عينهمش باش يروحوا مش كان الصور هي اللي تتكلم إنما واحدة من الأسيرات المحررة اللي تم تحريرها تكلمت في وسائل الإعلام سألوها علاش سلمت على فرد من أفراد حركة حماس قالت انهم عملوها بطريقه لطيفه جدا على اول ما وصلوا قالوا لهم انهم هما مش باش يقوموا باذيتهم تلهوا بتقول زاد انهم تلهوا بهم في كل شيء ماكلتهم نظافتهم حتى انهم كليوا مع بعضهم وقالت حتى في البلاصه هما يمشيوا ينظفوا التواليت حاشاكم هما كذا وكذا معناتها مش خاطرنا انا اسيره برا عمل وبرا عمل تلهوا بهم بالكدا دونك الحكايه دونك السياسي حبينا نعرفوا معناها السياسه الاتصالية استعملتها حركة حماس اتصلنا بالدكتور حبيب بن بلقاسم أستاذ معهد صحافة علوم الإخبار ومختص في الاتصال السياسي حبينا نفهموا شوية تفاصيل فيما يخص الموضوع هذا وعلاقته بالاتصال بالطريقة بتاع الاتصال السياسي اللي استعملتها أول شيء معناها مثلا مسألة الظهور المتكرر المهم مهمة جدا أن يكون معناها موجود وأن يظهر بشكل يومي ومعناها في فترات التي يجب أن أظهر فيه هذه معناها مثلا مهمة جدا لفتح الباب أمام معناها ربما التضييق وأمام معناها الأفعال أو الجرائم التي يرتكبها العدو في الاتصالية يمكن تكون فعلا وكانت فعلا جدا خاصة في عندما تتحدث معناها الحركة عن إطلاق رهينتين وفعلا معناها كان مؤثر جدا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ويعني في نوع من توريث الجانب الإسرائيلي ولا معناتها السياسة الاتصالية وإحنا لاحظنا أنه عنده جمع 10 أيام السياسة الاتصالية لقي صدى في أوروبا في الدولة المحتلة الجمهور العريض في برشا دول من أمريكا من أوروبا من مشرق الأوسط معناتها والله معناتها هي حرب الحاجة البيه في الانترنت شنو سفيان قد تكون إمكانياتك 100 مرة أقوى مني ولكن أنا بفيديو صغير على الانترنت النجم نكسر لك عملية اتصالية كاملة أكيد أكيد هم يحكوا على يجيكوا في عديد البرامج هم يصوروا فيهم على انهم ناس تذبح في الاطفال ويقتلوا ويعملوا في الاجرام وارهابيين ونعرف شنو هما تصويره بسيطه جدا وبتصريح تلقائي تلقائي من امراه كانت تنجم تسبهم أي. صحيح ومراه بالك مركبين لها بيس كما قالوا جماعه باش تحكي هكاك انا اللي كانت تنجم تسب كانت تنجم تكذب كانت تنجم اما هذا الحقيقة راهي مهما تغطات ومهما حاولوا انهم يكذبوها في الاخر
الحمد لله يا ربي. حتى في الأسئلة نوف اللي يسألوا فيها ثماش تعذيب كل مرة يرتب ثماش في الندوة الصحفية ثماش كذا معناه يحبوا بالسيف يقول لهم حاجة. ومعنى المختص أستاذ قاموس ما معنى تعذيب؟ التعذيب هو يعني الأخ نوف التعذيب يعني التعذيب هو أن تكون جالسا يعني بجانب إنسان يعني غبي. هذه نوع من أنواع التعذيب. وهل أنت توقع تتعرض للتعذيب؟ لا لا أخ بليل دعني أكمل. التعذيب أن تكون يعني جالس بجانب إنسان يغير رأيه في ثلاث ثواني بمجرد النظر يعني. لا تدري هل يخاف من من يقابله؟ سيتواصل التعذيب. أما يخاف سيتواصل التعذيب لآخر السنة. هذا إن بقيت صديقي هذا إن بقيت أنا أحكي على نفسي أنا بقيت. لكن أخ نوف أرجع إلى الصورة هناك يعني نوع صورة شنو؟ نعم أنا صورة يعني صورة الأسرة خطر ما نشرى في صورة في الانترنت جبل جبل صورة الأسيرتين الأسيرتين هناك يعني لقطة مرت معناها مرور الكرام هي لم تمر مرور الكرام لكن عندما سلمت الأسيرة لا 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 عندما سلمت الأسيرة على الأسير على الـ على الـ على الـ المقاومة على المقاومة على حماس يعني هي سلمت باليد اليسرى اليمين احنا سلموا اليمين أيه. اليد اليسرى لكنه سلم عليه باليد اليمين ووافقته يعني سلمت عليه بكل حرارة سلمت عليه باليمين سلمت عليه باليمين باليمين بعد شوف لا ايدي هي ايدي هي شوف انا نرجع المخرج يرجع لنا صبرة يعني كبيرة عمرها 85 سنين هي باش تعبر له عن انه معناها راهو في الامان يعني عجبتني اللقطة ما فهمتش شنو يمين يسار والله ماني فاهم هو حتى انت تفهم يا وليد ما سالك والله حتى اللبسه قلت لك لبسهم حتى الجبه الفلسطينيه معناها سيد المخرج سيد المخرج هاي الصوره هاي الصوره اللي تابع فينا على لايف اليوتيوب شو ما معنى الصوره هذه شو يدها اليمين هذيك شوف اي هي هي مشيت له يده اليسار هي مستيه ما تتلمس برا باش تقول لك يعني حلوه لا يدها الاخرى شدتها مرا يدها الاخرى انت وليد تفهم في لغه الجسد نفهم بيان سور شنو ما تفهم لغه الجسد اشر عادي ما في حد شيء هذا صعب تقول لك المراه يدها اليمنى معبيه شدتها بنتها ولا شكون كبش فيا دونك عندها يد نضربوا بعضنا انا وياك تسلم عليك بعضنا وسفيان وكذا اون برانسيب كنت تسلم عليك ساقها مو بيدها معايا اون برانسيب راك معايا يلا فاصل ان شاء الله نعود